مرحبا واهلا فيكم معي بالقناة مرة تانية. بفيديو اليوم رح اعمل وصفة حلو كتير طيبة باردة وما بدها فرن. رح اعمل تارت الموز البارد مع الكراميل والكريمة، شي كتير كتير طيب، والاحلى من هيك انه كتير سهلة ومكوناتها بسيطة. رح ابدأ اول شي بالقاعدة، رح استعمل هون بسكوت مطحون عادي، اي بسكوت عندكم، اياه بسكوت الشاي طحنته منيح. رح ضيف عليه زبدة دايبة وحركهم كتير منيح لحتى يتماسكوا ويصير المزيج اللي عندي اياه مثل الرمل اللي رطب. لما تمسكوه بايدكم وتكبسوا عليه هيك بيكبس وبيجمع على بعضه، هيدي النتيجة اللي بدكم اياها. طيب هيك كتير منيح. هلأ رح جيب صينية مدورة، رح حط فيها هيدا الخليط وابدأ اكبسهم لحتى تتوزع بالتساوي بهيدا الصحن، وبحاول اني اضغط عليها لحتى البسكوت هيك يمسك على بعضه. وطبعا من بعد هيدا الخطوة لازم احطها بالبراد حوالي ربع ساعة لعشرين دقيقة لحتى تزيد تجمد اكتر الزبدة. بهيدا الوقت رح اعمل الكريمة يلي رح احطها على الوج من فوق. في عندي هون كريمة خفق، زدت لها شوي من السكر الابيض وشوي من الفانيلا السائلة. هلأ ما علي غير اني اخفق على سرعة عالية لحتى تجمد عندي الكريمة، طبعا ما ببالغ بالخفق لحتى ما تفصل الزبدة من الكريمة. شوفوا هيدا النتيجة اللي بدي اياها، هيك كتير منيح. بهالمرحلة بوقف خفق وبخلي هيدا الوعاء بالبراد لحتى يجي وقت استخدامه. قاعدة البسكوت هون من بعد ما ظهرتها من البراد. في عندي هون كراميل صوص حضريته أنا من قبل، طبعا الوصفة موجودة عندي بالقناة، يلي مهتم انه يحضرها بنفسه بالبيت رح احط لكم الرابط اللي إلها، وفيكم تشتروها جاهزة، فيكم تستعملوا دولسي دليتشي، يعني أي صوص كراميل متوفر عندكم. حطيتها على قاعدة البسكوت ووزعتها بالتساوي مثل ما عم بتشوفوا، وراح أبدأ وزع قطع الموز على كافة سطح الكراميل. مثل ما بتعرفوا الموز والكراميل يعني مزيج كتير كتير طيب. وهلا طبعا من بعد ما نحط طبقة الكريمة من فوق حتكون وصفة كتير طيبة. طيب هيك كتير منيح. هلا عندي الكريمة هون ظهرتها من البراد، طبعا بخليها مثل ما ذكرت بالبراد لآخر لحظة أحسن ما تدوب، لأن بتدوب هي بدرجة حرارة الغرفة. فما علي غير اني وزعها بالتساوي على كافة السطح وحطها بالبراد حوالي الساعة ساعة ونص، فيكن حتى ساعتين، لحتى تجمد كل الطبقات على بعضها. بعد هيك بتكون صارت جاهزة للتقديم. رح رش على الوجه شوي من الشوكولا المبشور، عندي هون شوية حبيبات شوكولاتة هيك برشتهم بالأحرى كسرتهم بالسكينة شوي، وخلص هيدي هي وصفة اليوم جاهزة للتقديم. عن جد الوصفة كتير طيبة مثل ما شفتوا، ما بدها فرن، سهل كتير، وحتى المكونات بسيطة يعني ما في شي معقد. فهيدي هي كانت وصفة اليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو واستفدتوا، كمان بتمنى انه تجربوها وتبعتوا لي صور. فاذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وتعملوا شير وتشتركوا بالقناة اذا بعدكم مش مشتركين. تابعوني على السوشيال ميديا وانا ان شاء الله بشوفكم بفيديو تاني. مع الف سلامة.